عودة الحياة، شفنا التريبونة الثالثة الأولى الثانية رجعت، أجواء كانت مميزة، حضور جماهيري مميز في ختام دورينا، والنتيجة انتهت بالتعادل وحبايب الأهلي طرابلس وبوسليم. قبل ما نتكلم عن مباراة الأهلي وبوسليم، بنصحك نصيحة على كل مدرب تستضيفه في آخر الموسم، عمره ما يقول لك أنا بنجدد العقد ولا أنا ماشي لفريق ثاني. هذه من سبع المستحيلات اللي تسمعها، ما زال يخليها غايب، مستحيل مدرب يقول لك أنا ماشي ولا بنجدد، هذه مستحيلة. دائما يشبح في العروض قدامه ويبدأ يدرس فيها، هذه دي بنصحك. حتى لو كان وطني كابتن أبو بكر، أي مدرب في نهاية موسم ديما بيقول لك راهو ما زال بنفكر وما زال حديث، معناها مستعجل عليه. فديما السؤال هذا جوابه حيكون هيك، شكله في حاسة كنت الموسم الجاي كابتن أبو بكر. كابتن أبو بكر شكله في حواجه الموسم الجاي. والله بالنصيب ان شاء الله. ربي سهل الامور. ما فكرت. حتى هو بيقول نفس الجواب، والله نفسه. السؤال من في راس راه. حبيت ننصحك بس. انا مكي ادري بش. طيب. بالنسبة للمباراة، طبعا مباراة الأهلي وبسليم نقدر نقول هي المباراة الوحيدة اللي الفريقين يلعبوا ويتنافسوا عليها كمباراة ودية، تعتبر استعراضية من جميع النواحي. الفريقين يلعبوا معناها كل واحد حسب طموحه، طموح البوسليم انه هو ينهي الموسم باداء جيد امام الاهلي، والاهلي كذلك امام جمهوره اليوم الغفير اللي كان نقدر نقوله انه هو الشيء الجميل الاكثر يعني في 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 العرض اليوم اللي شفناه، هو الجمهور الاهلي بكل صراحه، جمهور له قيمته دائما ما يكون مساند لفريق الاهلي، وهذا شيء ايجابي مع مر التاريخ لفريق الاهلي. بالنسبه للمباراه شفنا يعني الشوط الاول انا نشوف فيه يعني كان فنيا للاهلي ما زال افضل شويه من ناحيه الشوط الثاني. الفريق لعب بنفس الطريقه، دائما طارق جراي متعود على الطريقه اللي متعود عليها 3-4-3، اعتمد على الاسماء. في ايجابيات استفاد بها اليوم، يعني اشراك سند الوفلي في اخر مبارتين يعني يعتبر تحضير جيد للاعب هذا. ايضا مانزي لفتره ملعبس يعني بدنا نشوفه فيه يلعب. كذلك تيفور بدا ياخذ في مكانه، يعني يرتكز في على المكان، وبدا في صعوبه حتى في اختيار الاسماء ما بين الهدلي وتيفور وكارمو كافالو، هذه شيء مهم جدا. المنير ثابت في مكانه، ايوب عياد ثابت. الخط الامامي اللي دائما ما يكون فيه تنوع يعني في الاسماء، نشوفه في مؤيد اللافي واحيانا نشوفه في عبد الله العروفي، اليوم شفنا عبد الله العروفي كبدايه ومؤيد اللافي في الشوط الثاني. نور الدين القليب دائما ما يكون من الاساس يعني فريق الاهلي، دائما ما يكون له دور مهم جدا فنيا خاصه من النواحي الهجوميه. نقدر نقول ان المباراه الشوط الاول كان اعتمادها بشكل كبير على العمق، توغل العمق من نور الدين القليب، ايضا اعطى اريحيه بشكل كبير خاصه لمحمد المنير بدخولها لوسط الملعب في اكثر من كوره. كل المباراه بصفه عامه الشوط الاول ما كانت يعني افضل لفريق الاهلي، لكن الشوط الثاني بوسليم حسيت انه تحرك افضل يعني، وحاول بقدر الامكان انه يكون كان هو المبادر، حاول انه يكون ند لفريق الاهلي. وهنا انا لازم ننوه لشيء مهم خاصه للطاقم الفني لفريق الاهلي، وهذا متاكد منه شيء، هذا انه هو نتيجه التعادل اليوم نعتبرها في صالح الطاقم الفني وفي صالح اللاعبين. ليش ما تعطيكش اريحيه قبل السداس؟ ليش لان فريق الاهلي شفناه يعني الموسم كامل يعني من افضل الفرق في الدوري الليبي، مبارياته خاصه في ملعب النهر كانت مباريات مميزه، قدم اداء هجومي اداء دفاعي، فريق من احسن خط دفاع احسن خط هجوم. ولكن دائما احنا في ملعب طرابلس هنا لما تبعد شويه على الملاعب الكبيره حتى الحساسيه الملعب ما تكونش جيده يعني، في خاصه لما تبعد عليه مثلا نقول فتره 3 شهور 4 شهور، يحتاج الى وقت لكل اللاعبين. اليوم ايه بالضبط مويد، اليوم فريق الاهلي اليوم بتعادله هذا يبين ان السداسي ماهوش سهل. السداسي في قيمه اسماء وفرق قويه وملاعب مش عارف وين بتكون، سواء في المغرب او اي دوله حتكون ملاعب طيب كبيره وملاعب يكون فيها رسم تكتيكي مختلف وجزئيات مختلفه. فاعتقد ان الاهلي اليوم ناقوس الخطر، لازم اليوم تركز في 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 الدور السداسي بشكل. انا نبي نسالك في اطار مختلف، الاهلي طرابلس من بين الفرق في المجموعتين اعتقد حتى من ناحيه التهديفيه من ناحيه حصد النقاط يعتبر استثناء صحيح، واعتقد ان اي محلل او اي متابع للدوري الليبي يقول ان الاهلي طرابلس هو المرشح الاول قبل انطلاق حتى الدور السداسي. صحيح. الاشكاليه اللي واجهت الاهلي طرابلس ان بتعدى عليه المراحل التنافسيه، تعامل صحيح مع المباريات في الاونه الاخيره وكانها تحضير. انا نبي نسال ابو بكر الحرك، طارق جرايه كم نسبه الانجاز لفريق الاهلي طرابلس بعد فترة تنافسية تأهل من خلال السداسي، والآن خاش فترة تنافسية جديدة فيها كل فرق السداسي كانت تتنافس؟
والله شوف، هو الأهلي بصفة عامة، بصفة عامة الفريق الموسم هذا أو حتى نهاية الموسم الماضي يعني كأسماء بكل أمانة يعني من أفضل الأسماء في ليبيا. يعني نقدر نقول، أنا ديما نقول فهم، أي مدرب موجود في فريق الأهلي يقدر، كل واحد وأسلوبه، كل واحد وشكله، كل واحد وطريقة لعبه، كل واحد هي تفاصيل، المدربين تفاصيل. يعني أحيانا طارق جرايا استفاد منه الأهلي في جزئيات معينة، النواحي النفسية يختلف عليه مدرب آخر، لكن من نواحي التكتيكية في مدربين يختلفوا على طارق جرايا، من نواحي الفنية اللاعبين موجودين، الكواليتي موجود في الأهلي، لكن هنا اختلاف في المون يصير، الاختلاف يصير في الجزئيات والتفاصيل بتاع المدربين. طارق جرايا أنا نشوف فيه من نواحي التكتيكية نجح بنسبة 45%، ما مش نقول لك 70 و60%، لا مش نسبة كبيرة، لا مش نسبة كبيرة. ليش؟ لأنك أنت العناصر هذه حافظة حفظ، حافظة كرة، حافظة شكل الملعب وحافظة الأداء بشكل كبير. ولكن وهذه كويسة، هذه نقطة تحسب للمدرب. أنا في نقطة نشير لها، طارق جرايا أكثر شيء ينجح فيه العامل النفسي، وهذا له دور حتى هو العامل النفسي، لكن حتى بغض النظر عن العامل النفسي، حتى العامل التكتيكي، الكرة نتائج أكيد، الكرة أداء، والأداء هذا تكتيك. شوف الاستقرار على التشكيلة هذا تكتيك. شوف أنا ما نختلفش معك، قلت لك الأهلي بالعناصر هذا بأي مدرب يقدر يوصل لهم، ولكن احنا دائما لما حتى لما نتكلموا على الأهلي نتكلموا على النقاط اللي ممكن تأثر في الأهلي في المستقبل، واللي هي دور السداسي، هو ده أهم شيء، هو هذا، هذه هي البطولة الحقيقية، هي دور السداسي. لو تتكلم على فريق الأهلي حتى في الإحصائيات تشوف الأهداف اللي تسجلت، نسبة الأهداف اللي ضاعت بنسبة كبيرة جدا، وممكن احنا عندنا طبعا الإحصائيات موجودة، راح نناقشوا فيها هذه، نناقشوا فيها بشكل كبير، وسبق ونوهت عليها بشكل كبير في الأسابيع الماضية، إن الأهلي بالحالة هذه بتضيع الفرص وبالوصول للمرمى بدون تسجيل أهداف، هذه روحة تسبب مشاكل كبيرة أمام فرق أصعب من الفرق اللي واجهتها في مرحلة الذهاب وفي مرحلة الإياب. أنا هنا شنو؟ أنا هنا نخدم على دوري جديد. اليوم طارق جرايا كان 45-50% على المستوى التكتيكي، اليوم على المستوى التكتيكي الهجومي نتكلم على المستوى التكتيكي الهجومي يكون أفضل في السداسي، بحيث أنه هو يكسب كل فرصة في الدور السداسي وكل فرصة في مباراة في الدور السداسي. طيب.